بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة الصف الثاني الثانوي، ازيكم؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنحل الأسئلة بتاعة المكبس الهيدروليكي وقاعدة باسكال في الاختبارات العامة. طبعا السنة اللي فاتت كان المنهج لحد المانوميتر، وبالتالي الامتحانات أو حلول الامتحانات اللي انتوا هتلاقوها لحد المانوميتر. احنا دلوقتي هنحل الأسئلة بتاعة المكبس الهيدروليكي وقاعدة باسكال في الامتحانات دي، وإن شاء الله لأن ده المنهج بتاعك لحد مارس وابريل، إن شاء الله بعد ما تخلص يعني هنكمل بقى الأسئلة بتاعة الحرارة اللي موجودة في الامتحانات دي لوحدها. فاحنا هنا هنحل زي ما قلنا أسئلة قاعدة باسكال. عندنا الاختبار واحد فيه السؤال رقم 7 بس، بيقول لك هنا: إذا كان الضغط الذي يؤثر به كل إطار من الإطارات الأربعة لسيارة على سطح الأرض يساوي 5×10^5 نيوتن على متر تربيع، ده البي، ومساحة تلامس الإطار الواحد مع الأرض هي، ده مساحة التلامس بتاعة الإطار الواحد، فإن كتلة السيارة تساوي. طيب إحنا عارفين لو إحنا عندنا سيارة، فالسيارة دي أنا ما بعرفش أرسم كويس، يعني هنفترض إن دي سيارة مثلا، مش هتيجي مثلا، افترض ان دي سيارة او اعتبرها ترابيزة، اعتبرها ترابيزة هي شبه السيارة، فانت عندك هنا دي ارجل الترابيزة، نقدر نجيب الضغط اللي بتأثر بيه الترابيزة دي او السيارة هنا على الارض بطريقتين. الطريقة الاولى ان الضغط ده بيساوي ايه؟ الضغط ده بيساوي الوزن بتاع الترابيزة كلها اللي هي وزن السيارة اللي هي ام جي على مساحة التلامس بتاعة الايه؟ بتاعة الأرجل أو الإطارات اللي هي 4 في مساحة الإطار. أو بطريقة تانية، أنت عندك الوزن بتاع السيارة متوزع على الأربع إطارات، كل إطار بيشيل ربع الوزن، وبالتالي ده بيساوي ربع الوزن على مساحة الإطار الواحد اللي هو الايه؟ طبعا هتلاقي هنا من القانون ده ام جي على 4 ايه هي نفسها ربع ام جي على الايه. معنى كده ان الضغط اللي بتأثر به السيارة على الارض هو نفسه الضغط اللي بيأثر به كل اطار على الارض. فهمت الفكرة؟ تاني كده، انت بتقسم الوزن كله على المساحة الكلية، او بتقسم ربع الوزن على مساحة الاطار الواحد اللي هي مساحة التلامس يعني ما بين الاطار وما بين الارض، فهيديك نفس الايه، نفس الحاجة. يبقى هنا الضغط اللي بتأثر بيه السيارة على الأرض هي نفسها الضغط اللي بيأثر بيه كل إطار على الأرض. وبالتالي من هنا أنت عندك البي بتساوي ام جي على 4 ايه، فأنت عندك على طول ام بتساوي البي في 4 ايه على الجي، بيساوي قايل لك هنا إن الاي بتساوي 50 سنتيمتر تربيع، تضرب في 50 في 10 أس سالب 4، والبي ب 5 في 10 أس 5، وبالتالي في 5 في 10 أس 5، كل ده مقسوم على الجي قايل لك ب10. عندك 10 اس سالب 4 في 10 اس 5 هيديك 10، 10 هتروح مع ال10، اتفضل عندك 4 في 50 ب100، ايه سوري، 4 في 50 ب200، 200 في 5 ب1000، وبالتالي الاجابه هنا هتبقى 1000 كيلو جرام. السؤال اللي بعد كده معانا في الامتحان ده رقم 8، بيقول لك هنا: تؤثر آلة بقوة مقدارها 55 نيوتن على المكبس الصغير، وبالتالي الاف سمول، لمكبس هيدروليكي لترفع سيارة صغيرة موضوعة على مكبسه الكبير الذي مساحة مقطعه، يبقى ده مساحة المقطع أو مساحة مقطع المكبس الكبير. إذا علمت أن مساحة مقطع المكبس الصغير ده الاسمول، وأن القوة المؤثرة عليه تحدث اتزان للمكبسين في مستوى أفقي واحد. طبعا في حالة الاتزان في مستوى الأفقي الواحد، فأنت عندك هنا الاف سمول على الاي سمول بيساوي الاف كابيتال على الاي كابيتال، فان وزن السياره. تعالى كده انت عندك هنا لو المكبسين في مستوى افق واحد، فانت عندك الضغط هنا بيساوي الضغط هنا، وبالتالي الضغط هنا عبارة عن الاف كابيتال اللي هي وزن السيارة سميها اف جي على
المساحة بتاعت مقطع المدبس الكبير اللي هي الايه بيساوي الاف سمول على مساحة مقطع المدبس الصغير اللي هي الاي سمول. هو هنا قايل لك ان الاف سمول بتساوي 55 نيوتن، وعندك الاي كابيتال بتساوي 2.4 متر تربيع، وعندك الاي سمول بتساوي 15 من 1000 متر تربيع، وعايزين هنا وزن السيارة اللي هو الاف جي. وبالتالي على طول الاف جي بتساوي الاف اللي هي ب55 على الاي سمول اللي هي 15 من 1000 في الاي كابيتال اللي هي 2.4، هيطلع معاك الرقم ده. يبقى احنا عندنا هنا الاف اللي هي وزن السيارة بيساوي 8800 نيوتن، يبقى الإجابة عندنا رقم ده. السؤال اللي بعد كده رقم 15. رقم 15 بيقول لك مكبس هيدروليكي مساحتي مقطعي مكبسي 20 و60. طبعا انت عارف ان مساحة مقطع المكبس الصغير اقل من المكبس الكبير، يبقى ده اي سمول وده اي كابيتال. وضع ثقل على مكبسه الصغير فتحرك مكبسه الكبير لاعلى 2 سم، يبقى دي الواي 2. فان المسافه التي يتحركها المكبس الصغير عايزين الواي 1. طبعا احنا عندنا لو ده مكبس مثالي لو انت عندك ده مكبس مثالي معنى كده ان السائل ده لا يحتوي على ايه على اي فراغات، يعني مفيش فقاعات هوائيه، وكذلك مفيش احتكاك مع جدران المكبس. فانت عندك هنا المكبس لما يتحرك من هنا من النقطه دي لحد النقطه دي يتحرك هنا مسافه واي واحد، معنى كده ان في حجم من السائل نزل. حجم السائل اللي نزل من هنا هيروح فين؟ هيرتفع هنا، وبالتالي المكبس ده هيرتفع من هنا لحد فوق بالشكل ده، وبالتالي ده هيديك واي 2. في حالة المكبس المثالي فالمفروض ان حجم السائل اللي نقص من هنا اللي هو نزل من هنا بيساوي حجم السائل اللي ارتفع هنا، معنى كده ان الواي 1 في الاي سمول بيساوي الواي 2 في الاي كابيتال، لان انت عارف ان الحجم بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع لان ده اسطوانة. وبالتالي انت عندك من هنا هو عطيك الاي سمول بيساوي 20 سم تربيع، والاي كابيتال بتساوي 60 سم تربيع، وعطيك الواي 2 بتساوي 2 سم، وعايز الواي 1. فمن هنا هجيب الواي 1 في طرف لوحده هيساوي الواي 2 اللي هي ب2 في الاي كابيتال اللي هي ب60. طبعا ده بالسنتيمتر تربيع وده بالسنتيمتر تربيع وده بالسنتي، فيطلع لك ده بالسنتي على الاي اللي هي ب20. 2 في 60 ب120 على 20 هيديك 6 سنتيمتر. طبعا احنا كنا على طول واحنا بنجيب الفائده الاليه اللي هي الايتا بنقول ان الفائده الاليه بتساوي الاي كابيتال على الاي سمول او بتساوي الواي 1 على الواي 2. طبعا ده في حاله المكبس المثالي. في حاله المكبس المثالي النسبه بين مساحه مقطع المكبس الكبير الى مساحه مقطع المكبس الصغير هتساوي الواي 1 على الواي 2. طبعا في حاله المكبس الغير مثالي النسبه دي مش هتبقى صحيحه، يعني لان انت عندك هنا في السائل هتبقى في فقاعات غازيه، والفقاعات دي يعني هتحتاج او هتاخد بعض الضغط عشان تنضغط، وبالتالي مش الحجم اللي هينزل من هنا مش هو الحجم اللي هيطلع من هنا. طبعا القانون ده هو متجاب عندك على المكبس المثالي، يعني احنا بنستخدمه طالما ان هو ما قالش ايه غير مثالي. في حته غير مثالي دي ما بيعلقش عليها كتير، يعني فاهم حاجه. المهم يبقى احنا دلوقتي عندنا تقدر تستخدم العلاقه دي على طول طالما ان ايه ان هو ما اتكلمش ان هو غير مثالي، وبالتالي عندك الاجابه هتبقى 6 سم اللي هي دي. السؤال اللي بعد كده رقم 21 بيقول لك هنا رافعه هيدروليكيه مساحة مقطع مكبسها الكبير اللي هو الاي كابيتال ضعف مساحة مقطع مكبسها الصغير اللي هي 2 اي سمول. إذا زاد الضغط المؤثر على المكبس الصغير بمقدار دلتا بي
فإن الضغط المؤثر على المكبس الكبير عند اتزان المكبسين يزداد بمقدار. طيب انت عندك برضو ناخد نفس الرسمة دي، هنا لما تأثر بضغط هنا الضغط ده بي او دلتا بي، ايه اللي هيحصل؟ نتيجة ان الضغط ده بيأثر هنا فده هينزل لتحت وده هيرتفع لفوق، فانت عشان تعيد المكبسين لنفس الوضع فانت هتأثر هنا بنفس الضغط ده دلتا بي. تاني كده، لما تأثر هنا بضغط دلتا بي فانت هنا الضغط المؤثر على اي نقطة هنا هيبقى اكبر من الضغط المؤثر عند ايه النقطة اللي في يعني نقطتين في مستوى افق واحد، الضغط المؤثر عليهم هيبقى مختلف، هنا هيبقى اكبر من هنا. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ده بينزل وده بيطلع بحيث ان انت تعادل الضغط، فانت عشان ترجعهم لوضعهم الاصلي هتأثر هنا بنفس الايه بنفس الضغط اللي أثرت به هنا بحيث ان هما الاتنين يرجعوا في نفس المستوى الافقي. وبالتالي عشان ترجعهم في مستوى افق واحد او عند اتزان المكبسين فانت لازم تأثر هنا بنفس الايه بنفس الضغط. يبقى انت هنا اذا زاد الضغط المؤثر على المكبس الصغير بمقدار دلتا بي فان الضغط المؤثر على المكبس الكبير عند اتزان المكبسين يزداد بمقدار دلتا بي برضو. طبعا لو هما الاتنين مش في نفس المستوى الافقي هيبقى نفس الفكرة، يعني لو هما كانوا متزنين مثلا كده لو هما كانوا متزنين كده ماشي، وانت برضو أثرت هنا بضغط، فانت عشان يتزن المكبسين في نفس الوضع اللي هما كانوا عليه لازم تأثر هنا بنفس الضغط. أو بمعنى تاني لو انت هنا أثرت بضغط تمام، فانت هنا هيزيد الضغط هنا بنفس مقدار زيادة الضغط هنا، فلو زودت هنا ضغط دلتا بي فده هيفضل ينزل وده يطلع بحيث ان انت عندك الزيادة في الضغط هنا هتساوي الزيادة في الضغط هنا. ده من قاعدة باسكال، يعني أنا فهمتها لك بطريقتين عشان يرجعوا لنفس المستوى اللي كانوا فيه، أو لو أنت زودت الضغط هنا بمقدار معين فهنا الضغط ده هيفضل يرتفع لحد ما يكون الضغط الناشئ عنه هو الضغط الإيه؟ عند الاتزان هيكون الضغط الناشئ هنا بيساوي الضغط المؤثر هنا، وبالتالي هيزداد بمقدار دلتا بي. أتمنى الناس تكون استوعبت قاعدة باسكال من الدروس الحلوة، يعني لو انت فهمتها هتلاقي ان الموضوع بسيط. يعني معانا اسئله قاعده باسكال والمكبس الهيدروليكي في اختبار 2. اول سؤال هنا بيقول لك رقم 3، بيقول لك مكبس هيدروليكي النسبه بين مساحتي مقطعي مكبسي 1 الى 100. طبعا النسبه دي هي عباره عن الاي سمول على الاي كابيتال، لان احنا عارفين ان الاي سمول دايما اقل من الاي كابيتال. اثرت قوه على المكبس الصغير فتحرك لاسفل مسافه 250 سم، وبالتالي انت عندك هنا مكبس صغير يبقى دي الواي 1، فتكون المسافة التي يتحركها المكبس الكبير لأعلى طبعا عايزين الواي 2. احنا قلنا في الامتحان اللي فات ان انت هنا طالما ما تكلمش عن ان المكبس غير مثالي فهنعتبره مثالي. في حالة المكبس المثالي حجم السائل اللي هينخفض نتيجة التأثير على المكبس الصغير هيساوي حجم السائل اللي هيرتفع في الناحية التانية نتيجة التأثير على المكبس الكبير، وبالتالي هيطلع معاك ان الاي كابيتال على الاي سمول بتساوي الواي 1 على الواي 2. هو هنا عطيك ان الاي كابيتال او الاي سمول على الاي كابيتال بتساوي 1 الى 100، وعطيك هنا ان الواي 1 بتساوي 250 سم وعايزين الواي 2. فاحنا هنا هنجيب الواي 2، الواي 2 هتساوي الاي سمول على الاي كابيتال في الواي 1، وبالتالي ده بيساوي الاي سمول على الاي كابيتال 1 على 100 في الواي 1 اللي هي 250، هيطلع معاك 2.5 سنتيمتر. السؤال التاني معانا في الامتحان ده رقم 9، بيقول لك هنا في مكبس هيدروليكي مثالي النسبة بين مساحة مكبسي 1 إلى 16. يبقى انت عندك هنا الاي سمول على الاي كابيتال. تلاحظ هنا بيقول لك في مكبس هيدروليكي مثالي، لو ما كانش قال لك مثالي فانت هتعتبره مثالي. اذا اثرت قوه تبذل شغلا قدره W في دفع المكبس بالفرع الضيق لاسفل فان السائل يبذل شغلا على المكبس في الفرع المتسع يساوي. احنا قلنا في المكبس المثالي
الشغل المبذول على المكبس الصغير بيساوي الشغل الناتج عند المكبس الكبير. من قانون بقاء الطاقة، الشغل اللي هتبذله هنا هيساوي الشغل الناتج ده، لا في حالة الايه، المكبس المثالي. في حالة المكبس غير المثالي، وطبعا مفيش حاجة مثالية، بس احنا ممكن نهمل نهمل الحاجات اللي بتستهلك شغل، يعني زي الفراغات وزي جدران المكبس، فاحنا ممكن نهمل الحاجات دي وبنقول ان هو مثالي. طبعا لو هو مثالي فالشغل المبذول على المكبس الصغير بيساوي الشغل الناتج على المكبس الكبير، وبالتالي هنا فإن السالي يبذل شغل على المكبس في الفرع المتسع يساوي دبليو برضه. طبعا هنا في الحالة دي هتبقى الكفاءة 100%، وده طبعا ما بيحصلش في الواقع، بس احنا ممكن نقربها تبقى 99% إلى الكام. المهم هما السؤالين من بساط مفيش غيرهم في الامتحان ده. إن شاء الله في الفيديو الجاي هناخد أسئلة اختبار 3. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم على خير. السلام عليكم.